وبقدره. ولذلك قضية فلسطين ماشي قضية فلان أو علان. كثير من الناس كيتصوروا بأنه يعني انتهى أمر هذه القضية منذ أن مات إمام الشهداء قبل عز الدين القسام رحمه الله إلى الشيخ أحمد ياسين رحمه الله إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رحمة الله عليه. القنوات التلفزية تتحدث عن مرحلة ما بعد ياسر عرفات كأنه يعني انتهى الأمر، واحد الخطأ كبير. لكن الحكماء من المسلمين ومن اليهود أيضا حتى من اليهود يعلمون هذا ويقولونه ويصرحون به، أن قضية فلسطين هي قضية في جوهرها دينية. هذه العقدة ديال اليهود اللي ما عندهم حل، لا حل لهم. ومن سوء حظهم، من سوء الحظ ديال اليهود، أنهم حينما فكروا في الاستعمار فكروا في فلسطين، ولو كان الأمر متعلقا بدولة أخرى ربما لكان الأمر أهون، وربما لأبادوا أهلها واستوطنوها إلى يوم القيامة، كما فعل الاستعمار الأوروبي بجنوب إفريقيا وبالغزاة الغربيون بأمريكا. انتهى، صافي، صار توطين واستيطان أبدي، وأبادوا تقريبا ثقافة المجتمع الأصلي. لو فعل اليهود شيئا من ذلك ربما انتصروا، ولكن مأساتهم أنهم دخلوا إلى وطن فيه المسجد الأقصى. والله جل وعلا لا يذكر شيئا في كتابه إلا لحكمة. هذه قاعدة شريعية عند العلماء قديمة معروفة، أن الأمور الكبيرة اللي عندها علاقة بصيرورة التاريخ وصيرورة المجتمع الإسلامي في أحوال الضعف وفي أحوال القوة دائما ثابتة، ما كتبدلش ما كتغيرش، كيتبتها الله تعالى في القرآن الكريم. ولذلك اللي كيتأمل وكيقرأ القرآن كثير وعنده نظرات يتسأل لما فصل الله في قصص بني إسرائيل ذلك التفصيل الذي يفوق نصف القصص. إلا شديت القصص ديال القرآن الكريم، قصص عاد وثمود وفرعون وإلى كل القصص اللي موجود في القرآن الكريم، غادي توجد قصة بني إسرائيل أكثر من النصف ديال الذكر، يعني عداد ومرات ذكر قضايا بني إسرائيل أكثر من النصف ديال القصص القرآني، رغم أنهم لا يشكلون شيئا من حيث الكثافة السكانية في العالم. شحال هما العدد ديالهم كاع في الكرة الأرضية كلها، مع ذلك الله عز وجل تحدث عنهم في الكتاب أكثر من غيرهم من الأمم. لما يعلم سبحانه وهو العليم الحكيم الخبير أن هذه العلاقة سيكون لها شأن في مستقبل الأيام إلى ما بين يدي الساعة، وإلى ما حملوا من التوراة قبله، فكانوا مثلهم كمثل الحمار يحمل أصفارا. خانوا عهد الله عز وجل، ثم بعد ذلك لهم شأنون مع المسلمين لن ينتهي إلى ما بين يدي الساعة، فذكرهم الله بهذا الذكر الضخم الواسع العريض المفصل في القرآن الكريم. هذه قاعدة من القواعد القرآنية التشريعية.